اللي بتاع خرجهم، طب ما تقعدوا ما تكملوا المؤتمر يعني، ما تكملوا مجموعه الصحفيين. لا خناقه مين ده؟ الكلام ده انا عملته، الكلام ده انا عملته في بورسعيد خناقه. انا موت ابويا عشان انجح في الطبيعه مثلا، انا زعلان من الحته دي. اول مره مثلا مؤتمر الناس تقعد تسال زي ما قعدوا الكابتن حسام المدرب المحترم، ولا دي مش عداله ولا ده، وانا ما بتكلمش في العداله، بس تحت امركم يا جماعه الناس المحترمه دي تحت امرها. المباراه طبعا انا لعبت 4-3-2-1، انا عارف سيستم النادي الاهلي هو جاي، ضغطت على حسام عاشور والاثنين الديفندرات، عنده حسام حسن كان محطه، طبعا الاسترايكر اللي عندي من المهاجمين ناصر ماهر. احنا اعطينا هديه للنادي الاهلي، رجعنا لعيب جوهره، رجعنا للنادي الاهلي هيبقى هو احسن لاعب كوره في مصر، ناصر ماهر هيبقى من احسن لاعيبه كوره في مصر. فاحنا نادي سموحه يشكر ان هو لعيب زي كده واخلاقياته ان هو رائد دي، زائد المهدي سليمان حاجه تفرح يعني، المهدي سليمان حاجه تفرح. احنا ضغطنا عليهم بالنسبه في نص الملعب، كنا بنلعب من التلتين قفلنا عليهم كويس جدا، تحس ان الفرص قليله، كنا حافظين ان احنا بنلعب دفاع المنطقه، لان دلوقتي في الكوره حتى في بطوله اوروبا الاخيره خير وسيله للهجوم الدفاع.